تنظم الجامعة العربية الأمريكية في مدينة رام الله يوماً مفتوحاً للطلبة الثانوية العامة بهدف تعريف الطلاب على التخصصات المطروحة في الجامعة ضمن برنامج البكالوريوس. نشاهد وإياكم الآن هذا الفيديو الإعلاني من شبكة وطن الإعلامية. إلى طلبة التوجيه الأعزاء، تدعوكم الجامعة العربية الأمريكية في رام الله لحضور فعاليات اليوم المفتوح في حرمها في ضاحية الريحان، وذلك يوم الأربعاء 19/7/2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا. نستناكم. وللمزيد من التفاصيل حول اليوم الإرشادي الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في مدينة رام الله لطلبة الثانوية العامة ينضم إلينا نائب رئيس الجامعة الأمريكية دكتور محمد آسيا. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بكم وكل المستمعين. تحياتي. بالبداية، الجامعة تحضر ليوم مفتوح لطلبة الثانوية العامة، لو تتحدث لنا عن هذا اليوم المفتوح ومتى سيبدأ؟ تفضل. صحيح، اليوم المفتوح في الجامعة العربية الأمريكية لأبنائنا، ولكن قبل أن نبدأ بهذه البرامج نود أن نبارك، يعني نبارك لأبنائنا بهذا إن شاء الله بهالنجاح اللي غدا كل الأسر الفلسطينية تنتظر هذا اليوم بشوق، وإن شاء الله بيشوفوا أبنائهم ناجحين. الجامعة العربية الأمريكية يعني جهزت يومين إرشاديين لأبنائنا الطلبة، واحد في جنين في حرم الجامعة في جنين، وكان هذا اليوم، والحمد لله آلاف الطلبة حضروا إلى الجامعة الأمريكية لمشاهدة البرامج والاستماع إلى المختصين في كل المجالات والتخصصات التي تطرحها الجامعة في مجال البكالوريوس. وغدا إن شاء الله الأربعاء سيكون هذا اليوم الإرشادي بالكامل أيضا لأبنائنا في حرم الجامعة العربية الأمريكية فرع الجامعة في الريحان. في الريحان الآن الجامعة تقدم المختصين وجميع الأدوات التعليمية لأبنائنا للسؤال، يعني اليوم مفتوح، اليوم إرشادي كامل في جميع التخصصات الحديثي اللي الجامعة قدمتها إن شاء الله لأبنائنا لمحصلات تعليمية متميزة لهم بعد 4 سنوات من الدراسة. نعم، أنتم دعيتم جميع الطلبة من جميع المحافظات إلى القدوم إلى الجامعة العربية الأمريكية، ماذا سيتخلل فعاليات في هذا اليوم الإرشادي والمفتوح للطلبة الثانوية العامة؟ يعني أهم الفعاليات أن كل كلية من في الجامعة كانت الحمد لله انتهينا في جنين، كل الجامعة بتخصصاتها كان في ما يسمى بوث موجود فيه المختصين والطلبة من التخصص نفسه، كان في شرح مفصل وكامل وجميع التكنولوجيات الموجودة للشرح عن هذا التخصص، لأنه بعض التخصصات أختي يعني الجامعة الأمريكية مبدعة في التخصصات الجديدة بصراحة. هذه التخصصات معروفة الآن مطلوبة في السوق للعمل في داخل إن شاء الله الوطن وخارج الوطن، فكل تخصص موجود عليه الأستاذ المادي، عميد الكلية، رئيس الدائرة، الطلبة من البرنامج، جميع ما يتخلل من أجهزة عرض موجودة وتجريبية. أبنائنا يمكن أن يجربوا في جراحة الأسنان بعض الأمور، في جراحة الأسنان، في الطب، فنون العالم الواقع الافتراضي في تعليم الطب موجود ويقدم للطلبة في هذا اليوم. وبالتالي الطالب خطة دراسية يمكن السؤال عنها بالتفصيل، عدد ساعاتها، مراحلها، والتكنولوجيا الخاصة بها، والأساليب التعليمية الموجودة، وماذا تقدم الجامعة خاصة لهذه البرامج وهذه هؤلاء الطلبة. نعم، ما هو... يعني... نعم تفضل.
تفضل. يعني الحمد لله كل الجامعة العربية في فرع الريحان تقدم 4 كليات متخصصة حديثة حتى في الوطن العربي. يعني كل البرامج العالمية التي الآن أبنائهم في العالم بتوظف بسرعة وحتى يتوظفوا من داخل بيوتهم. يعني التوظيف الآن مش ممكن، يعني العالم الآن يتجه إلى الذكاء الاصطناعي ويتجه إلى التكنولوجيا وثقافة الإنترنت، وبالتالي معظم البرامج الحديثة الآن يمكن لهذا لأبنائنا من هذه التخصصات أن يعمل شركته الخاصة في بيته. يعني تخيلي أنا إذا بدي تخصص بكالوريوس في فنون العالم الافتراضي، الطالب عماله بعد 4 سنوات إما يوظف في داخل الجامعة في داخل مؤسسات في هذا النوع من العمل، ويوظف في الخارج، مطلوب جدا في الخارج، وكذلك يمكن أن يتعاقد من شركته الخاصة في بيته من خلال عقود لتنفيذ مشاريع لشركات أخرى، ممكن في الصين، في أمريكا، في الولايات، في كندا وغيره. فالحمد لله أكثر من 15 تخصص يعني يمكن أن يكون إنسان جديد سمع فيها، ولكن أنا أبنائي ضروري أنه يستمعوا إلى هذه البرامج، ضروري يتعرفوا عليها. يعني أنا مدام المستقبل يتجه إلى هذه البرامج وهذه المحصلات في السوق والتوظيف يعتمد على هذا النوع من العلوم الجديدة، إذا أبنائنا تخدمهم الجامعة بأن تقدم هذه البرامج بكالوريوس معتمدة في إن شاء الله دائما من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكمان الدول التي ترعى هذه البرامج. نعم. فأعطيك أمثلة، يعني في فرع الجامعة في الريحان الحمد لله هندسة أنظمة الحاسوب، علم البيانات والتمويل، علوم الواقع الافتراضي، فنون الواقع الافتراضي، الإحصاء وعلم البيانات، علم الحاسوب، يعني 4 من 6 تخصصات لم يسمع بها أبنائنا من قبل. لكن هل يعني أن هذه البرامج تخصصات جديدة داخل الجامعة بالريحان؟ نعم، هذه البرامج في الريحان. نعم. الإدارة الرقمية في الأعمال، التسويق الرقمي. طب الجميع بيعلم أنه الآن كل إشي على الكمبيوتر على الإنترنت، يعني تجارة 19 تريليون بتعملها الصين من خلال التجارة الإلكترونية. 19 تريليون هو عبارة عن 1/5 أو 1/4 الاقتصاد العالمي في العالم بنفذ من خلال الكمبيوتر. وأبنائنا إذا بده يأخذ بكالوريوس في الإدارة في الاقتصاد العادي مش الاقتصاد الرقمي، في الإدارة الرقمية العادية أو إدارة الأعمال العادية، لم يتمكن من فهم حقيقة السوق وكيف تتم التجارة العالمية والتسويق العالمي من خلال الرقمنة العالمي. نعم. فالحمد لله نحن فخورون جدا بهذه البرامج الجديدة. نعم. دكتور محمد، ما هو الهدف الأساسي من قبل الجامعة لتنظيم مثل هذا اليوم المفتوح داخل حرم الجامعة؟ يعني أبنائنا سيستلموا شهاداتهم إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، وعلاماتهم ونجاحهم إن شاء الله غدا صباحا سيعلمون به. الآن الجامعة توفر لهم الجو الكامل من الشرح الواضح ومن خلال المختصين إلى كل البرامج اللي الطالب ممكن يكون يعني حاببها أو بده يتعرف عليها أكثر. نحن نوفر له كل هذا الجو المريح والشرح، يعني في غرف خاصة موجودة لو 5 طلاب طب بشري، وهو موجود في الفرع الصيدلي برنامج جديد، التمريض، العلوم الطبية المخبرية، والطب وطب الأسنان، هنالك منطابق كامل للطبيات أختي. يعني عبارة عن 10 غرف تقريبا صفية موظفة تماما لخدمة أبنائنا اللي بيحب يتخصص في التخصصات الطبية اللي ذكرتها. نعم. بعد التعرف على التخصصات واليوم المفتوح داخل حرم الجامعة، دكتور محمد، ما الذي يميز الجامعة العربية الأمريكية عن غيرها من الجامعات؟ أنا بحب أقول في هالموضوع بكل فخر، وأتمنى أبنائنا يختار التخصص اللي بيحبه في أي جامعة فلسطينية. الجامعات تتشابه في الكثير من البرامج، ولكن ما يميز الجامعة الأمريكية البرامج الجديدة والأسلوب التعليم الجديد. يعني أختي أنا بدي أذكر كل إن شاء الله أهلنا في فلسطين، الجامعة الأمريكية سنة 2015 أول جامعة بدأت في التعليم ما يسمى بالتعليم 3.0، يعني التعليم الثالث. التعليم الثالث الذي يستخدم أدوات المحاكاة
الجامعة بنت مراكز من المحاكاة الطبية ومستشفيات طبية لتعليم طلبة التمريض والطب وكل الطبيات الآن بالمحاكاة، ويسمى التعليم الثالث. سنة 2018 أول جامعة فلسطينية تبدأ بالتعليم الرابع اللي ما يسمى تعليم بالواقع الافتراضي. عن مراكز مختصة في الجامعة لتعليم الواقع الافتراضي. والحمد لله الجامعة افتتحت من 3 سنوات التعليم الخامس. صدقيني أختي إنه هذه الجامعة دفعت الملايين للتكنولوجيا التعليمية الجديدة، حتى أبنائنا محصلتهم في السوق تكون مبدع في تخصصهم. فتخيلي الأطراف الصناعية في جنين مثلا. الجامعة بنت بكلفة الملايين مصنع للأطراف الصناعية لتخصص بكالوريوس الأطراف الصناعية. بنت مركز $1 مليون إلى مركز السمع والنطق لبرنامج بكالوريوس السمع والنطق بالجامعة العربية الأمريكية. تخيل مركز تأهيل بالملايين لطلبة العلاج الطبيعي والوظيفي. الجامعة تستثمر في التعليم التكنولوجي والتعليم الحديث. التعليم الخامس بيقصد أن الجامعة تجلب جميع التكنولوجيا من السوق إلى جامعة، حتى مخرجها التعليمي اللي هو الطالب بيطلع أحسن من السوق. هي جلبت السوق وجلبت أحدث ما في السوق العالمي للتعليم، وأبنائنا الآن لما بيخرج لأمريكا بيخرج لكندا بروح للخليج عماله بيشوفوا طالب متميز جدا متعود على التكنولوجيا العالمية بشكل تام، والجامعة تستثمر في هذه البرامج بشكل كبير. نعم، يكون الطالب مؤهل للعمل في سوق العمل مباشرة بعد الانتهاء من الجامعة. نهاية دكتور بالتأكيد. نعم، نهاية دكتور محمد، ما هي رسالتك لطلبة الثانوية العامة القادمين للتسجيل بالجامعة العربية الأمريكية؟ الرسالة العامة ألف ألف مبروك لأبنائنا وبناتنا في التوجيه. وأنا أقول الجامعة الأمريكية بيتكم الصغير، تفضلوا شوفوا كل البرامج المطروحة في الجامعة، ونحن نوعدكم بأن تكون هذه الجامعة هي أفضل بيئة جامعية لكم ولبرامجكم ومحصلاتكم التعليمية إن شاء الله، حتى يتم سوق العمل لكم بشكل مريح في المستقبل. نعم، نتمنى التوفيق والنجاح لكافة طلبة الثانوية العامة يوم الخميس. شكرا لك نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية دكتور محمد آسيا على جميع هذه المعلومات والتفاصيل حول اليوم المفتوح والإرشادي داخل الجامعة العربية الأمريكية. شكرا لك.